Mr. Mike. E poro ente ti بسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأطهار نعلن أمام مذبح رب الصباوت وهيكله المقدس كتوبة الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر أندرو على خطيبته الإبن المبارك الأرثوذكسي البكر يوستينا خنفرا نمفيوت نمشيري نمبن بما يسواب ونوتي نوت فزمارو تنجيف نوتي فيوت بيبان تكرا كل شكر يا بان الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين In the name of our Lord, our God, and our Savior, Jesus Christ, the founder of the road of perfection, we declare at this Orthodox ceremony the betrothal of the Blessed Daughter of Orthodox Youstina
through the blessed daughter of Orthodox Andrew, blessed be the only begotten Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for thine kingdom, power, the glory forever. Amen. باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ووضع ناموس الأفضال نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي المبارك خطوبة الابن المبارك الأرثوذكسي البكر أندرو إلى خطيبته المباركة الأرثوذكسية البكر يوستينا إفس ماروتن جي بي ابن مارك ربن باراكليتون آمين السماوات لتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا خن بخريستوس يسوع Let us give thanks to the beneficent and merciful God the Father, our Lord God and Savior, Jesus Christ. For he has covered us, helped us, guarded us, accepted us to himself, spared us, supported us, and has brought us to this hour. Let us also ask him to guard us in all peace this holy day and all the days of our life, the Pantocrator, the Lord our God. God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior, our Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything and in everything, for you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion upon us. Hear us, help us,
and accept the supplications and prayers of his saints. For thou chest God our behalf at all times, and to bless and join Youstina with his holy name, and forgive us our sins. نسأل ونطلب من صلاحك يا محبي البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين، زعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذين الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. أيها السيد الحقيقي، كلمة الله الأزلي الوحيد، يا من خطب النوع الإنساني للفرح الأبدي بتجسده المجيد عاقدا أملاك الأنفس المؤمنة بسر صليب المحيي ومطهرا إياها بحميم الميلاد الثاني
واهبا لها مواهب الروح الأقدس ومنعما عليها بمائدة الحياة وكأس الخلاص، صائرا لها رأسا وراعيا ورئيسا أسمى وعريسا سمائيا كافلا لها سعادة الملكوت العظمى. نبتهل إليك يا وحيد الآب، ضارعين نحو جودك من صميم الألباب، طالبين اللهم أفد من سحاب رضوانك بركات فضلك وإحسانك وسر بما احتفلنا لعداده في هذا المقام، ومر لمشروعنا هذا بحسن البداية وحميم الختام. آمين 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 آمين. اللهم يا من صنعت الإنسان حرا شريفا ومنحته مقاما كريما منيفا ولم تدعه منذ خلقته وحيدا فريدا، بل تكرمت عليه بواجب الأنس والنمو قائلا لا يحسن أن يكون الإنسان وحيدا، فاصنع له معينا نظيره. اقرن مشروعنا هذا بتوفيقاتك الحسنى وسانده بيمين جودك الأسنى لتكون خطبة طاهرة شرعية ومقدمة لمصاهرة روحية مرعية. املأ قلب الخطيبين بالتهاني والحبور وبلغهما نيل الأمان بتوفيق وفراس رور. آمين آمين. اللهم بارك هذه الابنة المصونة مخطوبة يوستينا، احفظها من كل حسد وتجربة، وابهما محبة سليمة متبادلة. اقرن خطوبتهما بحسن الاستقبال وامنحهما حياة هنيئة محفوظة بالكمال. احفظهما ناهجين منهج طاعتك ورعاهما بحراسة عنايتك. اجعلهما كغرسين مرتبطين بأصول الإيمان والفضاء المصونين من شر الخلاف والرذائل، مباركين ببركاتك الحالة على إبراهيم وإسحاق ويعقوب ورسلك الداعيين لبشارة الإنجيل. أنعم عليهم بتمام السرور ومتعهما في موعد الحبور بمحفل الأكاليل. آمين آمين. كريالا يسون كريالا صن كريالا يسون من الليل يا بخسة وتريكي اسمون يا ايرن تيت في ماري بك ناين امتك هيريني او ينصب تنبيك لا او ستي امون او نايناك جيري افلاقي سون امين اسمو اي اسمو اي استيمتان يكون اي والقم اسمو امين بخريستوس بنوتي امين اساشوبي ابورون تتهريني موينان انتكهريني سمنا انتكهريني كاني نوفيناني فولجي سوك تتيقوم ننبئونا بزمونا بأماشاني امين. اللهم اجعلنا مستعقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم. مبروك لأندرو يوستينا، ألف مبروك، ربنا يتملهم بخير.
شريتي أوروتي فو إنا دولي ناطين خلوتي أت رأو If I may kindly ask everyone, if possible, to clear out the church because there is another wedding at 4 o'clock. Thank you.